بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو تبين كيف احنا ممكن نجيب رقم النت انكم او صافي الدخل من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. ناخذ على سبيل المثال عندي البنك الاسلامي العربي، وانا بدي اجيب له النت انكم مثلا سنة 2018. فلازم في البداية يكون انا في عندي تقارير هذا البنك، فبفتح تقرير 2018. الان بدي اروح على قائمة اسمها قائمة الدخل الشامل، مش قائمة الدخل، قائمة الدخل الشامل. طبعا قائمة الدخل موجود في هذا الرقم، ولكن قائمة الدخل الشامل اسهل. فممكن احنا من خلال قائمة المحتويات نندل وين موجود القوائم. هي عادة بتكون موجودة اخر شيء، ممكن يعني يكون اسمها البيانات المالية، القوائم المالية، التقارير المالية. طيب صفحة 81، او ببساطة ببحث يعني هنا بدور تمنى اشوف القوائم المالية. طبعا القوائم المالية بتكون مبينة، يعني ما بتكونش عبارة عن أصول، هي بتكون عبارة عن جداول واضحة. في عندي قائمة المركز المالي، قائمة الدخل اللي بقدر أجيب منها ربح السنة هيو، ولكن في إشي أسهل اللي هو قائمة الدخل الشامل اللي هو ربح السنة هيو نفسه مرحل من قائمة الدخل. هاي قائمة التغير في حقوق الملكية، وهاي قائمة التدفقات النقدية. الآن اللي إحنا بدنا إياه هيو ربح السنة اللي هو النت إنكم سنة 2018، هاي الربح، فباخذه كوبي وبحطه هنا. طبعا نلاحظ هنا محطوط عندي نقط، بكيم النقط هذا ضروري، لانه بدل ما انه يكون الرقم 7,100,000 وإشي، يعني بصير بوجود النقطة بصير عبارة عن ايش، 7.1، وهذا غلط. طيب باجي ما دام انا السنة يعني 2017 موجود هنا، فباخذ الرقم، يعني بدل ما اروح على تقرير 2017 وادور الرقم هي موجود عندي، فباخذه وبحطه هنا. لأن 2016 و15 بروح على تقرير 2016 وبجيب الرقم من هناك، مثل ما عملت في 2018. يعني باجي على 2016 ببحث على اللي هي قائمة الدخل الشامل، هيها بتيجي هي بعد قائمة الدخل مباشرة. طبعا بقدرش أنا هنا أنسخ منها لأنها يعني عبارة عن صورة، فبكتب كتابي يعني هنا بنزل هاي 2016 وهي الربح. لأن 2016 الربح هو عبارة عن ايش؟ اللي هو 6,220,821. طبعا بدناش يعني نتخربط في نقل الارقام. ل 2015 هي موجوده بنقولها الثانيه، بدل ما اروح يعني على تقريرها صارت يعني موجوده عندي هنا. هذا بكل هذه البساطه، يعني انا بقدر اجيب هذا الرقم وبكمل. يعني 2014 بروح على تقرير 2014 بجيب رقمه، وبجيب 2013 منه ايضا، وباقي الشركات بعمل نفس الخطوات. اذا الاسهل طريق انا في نظري يعني بنروح على قائمه اسمها قائمه الدخل الشامل، اول رقم بكون هو عباره عن الصافي الربح. ارجو ان يكون واضح للجميع، والسلام عليكم.